اهم نقاط اللي ذكرها السيد معتز في كلمته. هو طبعا اهم حاجه بيقول لك ان يعني انت العلاقه الاولانيه ما بين مصر والمغرب هي علاقه طلبه، ال 11,000 طالب الماليزي موجودين في مصر، وان دول طبعا بيشكلوا يعني جزء مهم جدا من العلاقات المصريه الماليزيه، وان ده بيكلف ماليزيا كل سنه يعني مصاريفهم وتكاليفهم في مصر حدود 100 مليون دولار سنويا لهؤلاء الطلبه. يعني شايف ان احنا ان هم كماليزيا ايوه زي ما انا قلت ان هم بيتعاونوا مع كل الدول، يعني تجارتهم او استثماراتهم مع الصين ودول الاسيان وامريكا هي الاساس. وهو فعلا بيقول ان احنا كمسلمين او كدول اسلاميه بنقعد نسلم على بعض وازيك يعني كده، وفي الاخر مفيش علاقات اقتصاديه والشغل كله بيتم مع الدول الاخرى. يعني هم حجم تجارتهم مع دول الاسيان دي من كام سنه، من 20 سنه كان 2%، النهارده 20%. الاسيان دول تمثل حوالي 600 مليون نسمه موجودين هناك. فطبعا الصين علاقتهم معاها قويه، الصين استثمرت طبقا للسيد عطاس السنه اللي فاتت في ماليزيا بس استثمارات مباشره 50 مليار دولار. حجم قد ايه الدول بتستثمر في الدول النهارده؟ لما تكون دوله لها اسم النهارده لها يعني وضع طيب اقتصادي بتجذب الاستثمارات. كل الدول دي ماليزيا دي من اكبر الدول اللي بتجذب الاستثمارات في العالم، ودت تسهيلات كبيره جدا من اول ما ابتدت النهضه بتاعتها، ادت تسهيلات بلا حدود للدول اللي جت يعني اليابان وكوريا، كل دول استثمروا في امريكا، كل دول شركات متعدده الجنسيه. مبتدا دوت كوم.